متجدد الترحيب بحضراتكم. ما زلنا مستمعين طبعا لتغطيه لمباراه النجم الساحلي والاهلي في دوري ابطال افريقيا او قبل نهايه دوري ابطال افريقيا. خليني طبعا قبل ما اروح وارحب بضيوفي واكمل كلامي على هذه المباراه، فاكر حضراتكم طبعا الاسبوع الرابع للدوري الممتاز اتلعب منه مباريات، لسه طبعا بكره ان شاء الله اخر الاسبوع، لكن ابتدى الاسبوع الاول او الاسبوع الرابع بمباريات الرجاء مع الانتاج الحربي، وفوز الانتاج الحربي 2-0، وايضا النصر والمقاولون العرب، وفوز المقاولون العرب 2-1، ايضا المصري البورسعيدي بيفوز على طلائع الجيش 4-0، وسموحه بيفوز على وادي دجله 1-0، والاتحاد السكندري النهارده بيفوز على الاسيوطي 2-0، وتعادل الزمالك بتعادل سلبي 0-0 امام انبي. بالتالي يعني طبعا مباريات طبعا ما زالت طبعا الاسبوع الرابع بيحمل مفاجآت كتير حتى الان. ان شاء الله بكره في مباراه بتروجيت وطنطا ومصر المقاصه مع الداخليه، دي مباريات الاسبوع الرابع. وان شاء الله يعني النادي الاهلي بعد المباريات في دوري ابطال افريقيا هيرجع طبعا ويكمل بقى مسيرته ان شاء الله في الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي. المقاولون العرب حتى الان هو في المركز الاول برصيد 10 نقاط، يلي طبعا المصري البورسعيدي برصيد 9 نقاط. يعني ده ما حصل في الاسبوع الرابع. خليني بقى اكمل كلامي في الشكل الفني وتوقعات نجومنا في الاستوديو اللي هيكونوا معايا وهقدمهم حالا في مباراة النجم الساحلي والاهلي. نتمنى ان شاء الله بالتوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي بامر الله. معايا في الاستوديو كابتن محمد عبد السميع المدير الفني لبترول اسيوط، وايضا كان المدير الفني للمقاولون العرب والجونه، انديه كثيره جدا. كابتن محمد عبد السميع، كابتن محمد عبد السميع برحب بحضرتك. الله يخليك يا كابتن محمد، ده بنورك يا كابتن. و يعني بقول مساء الخير طبعا لكابتن رضا شحاته وكل جمهور النادي الاهلي ومتفرجين على منور يا كابتن باستمرار معانا هنا في قناه الاهلي. ايضا كابتن رضا شحاته واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، يعني كان لاعب بقى مميز وليه ذكريات جميله جدا مع جمهور الاهلي خصوصا في مباراه 6-1. حبيبي يا كابتن فاروق، انا سعيد جدا مع كابتن محمد النهارده، ما شفتوش من زمان ووحشنا جدا، ويعني سعيد ان انا معاك كابتن محمد. طبعا كابتن محمد كان وقت جميل جدا في فريق الجونه. طبعا كابتن محمد عبد السميع، طيب خلينا كابتن بقى ايه يعني نخش كده في مباراه مهمه بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، مباراه النجم الساحلي في الدور قبل النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني شايف المباراه ازاي يا كابتن بعد خصوصا يعني انت من اسبوع كسبان فريق تونسي في دور صعب برضه، مباراه كانت صعبه، تخش في مباراه ثانيه. كابتن حسام بدري بقى تفكيره ازاي وتركيزه وقرايته بقى للمباراه، هيعمل ايه في المباراه؟ شايف حضرتك المباراه بشكل عام ازاي؟ والله هو اولا مبروك للنادي الاهلي المباراه السابقه، لانه يعني الحقيقه ضرب بها مثل لكل الانديه على الاصرار والروح العاليه وكفاحه، يعني ان حتى اغلب الناس المتعاطفه معاه كانت في بعد الشوط الاولاني كانت قلقانه شويه، انما نادي الاهلي الحقيقه ادى مثل ونموذج لكل الفرق المصريه على الاصرار لغايه لما وصل للنقطه للنجاح، والحمد لله يعني الحقيقه يعني اداء مشرف جدا، ومبروك فعلا للاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني وكل محب النادي الاهلي. الماتش اللي جاي للنجم الساحلي يعني فريق صعب جدا، احنا كنت مع المقاولين العرب وقت كاس افريقيا في سنه 96 97، لعبناهم هناك وعلى ملعبهم فرقه صعبه جدا الحقيقه. انما النادي الاهلي بقوه رجاله وتكاتفه ان شاء الله ممكن يوصل نتيجه كويسه، بس الفكره كلها يمكن كابتن حسام بيحاول يغير المود بتاع اللعيبه من مود الانتصار بتاع الماتش السابق لاستعداده تاني للكفاح للماتش اللي جاي بالظبط كده. فدي يمكن حتى كان واضحه في تصريحات كابتن حسام البدري والجهاز المعاون، ان يعني لابد ان احنا نبص الماتش ده كالعمليه بتبتدي دايما 0-0. طب نوضح برضه يا جمهور كابتن كمدير فني من المديرين الفنيين الممتازين، ازاي كمدرب او مدير فني يستنفر لعيبته مره اخرى كابتن، خصوصا يعني حتى في الدوري انت بتطلع من مباراه كسبان فيها عندك مباراه ثانيه، وده يمكن بعيد عن النادي الاهلي في فرق ما بتعرفش تعملها، صح؟ يمكن النادي الاهلي دايما عشان حته المكسب عنده المنافسه. النادي الاهلي عنده وضع مختلف عن كل الفرق، ان هو مطالب بالمكسب باستمرار. اللعيب دايما بعد مكسب مباراه زي دي وبالذات بعد خارج ملعبك، انت كنت 2-2 في ملعبك 2-1 خارج ملعبك بعد خساره الشوط الاولاني، بيحصل نوع من الرضا عن الذات، يعني الرضا عن الذات، فبتلاقي اللعيب مرتاح من داخله يعني نفسيا عالي.
فبيصيبه نوع من الارتخاء شويه. فهي دي بتبقى دي مشكله المدرب، لانه داخل على منافسه شرسه مفيش ما يعني الموضوع وقت قصير جدا بين المباراه دي ودي. فهو بيبتدي الكابتن حسام بيشتغل على النقطه دي اولا، يعني اولا ان اللعيب كاتيتيود يعني كاستعداده للكفاح للمباراه القادمه هو ده نمره واحد اللي لابد ان بيعمل عليه. صحيح. لما بيقدر يحطه في وضع نفسي كويس وان هو هيبذل اقصى حاجه عنده، مش بس اقصى حاجه، ده مطلوب منه فوق ال 100% علشان ان شاء الله يرجع بنتيجه طيبه ويبقى يعني خطوه اولى للخطوه الثانيه في القاهره باذن صحيح. الله. صحيح. فدي اعتقد ان هو الكابتن حسام عنده مجموعه من اللاعبين دلوقتي عندهم نوع من الخبرات الطيبه اللي هتساعده ان شاء الله على الجزء التدريبي. برضه بيبقى فيه جزء استنفار يا كابتن؟ طبعا طبعا، يعني لأنه مش انا انت حضرتك اتكلمت على الجزء النفسي. وتاني في التدريب بتبتدي برضه انت عارف المدرب لابد ان هو ياخد ادوار من ادوار، لانك في بعد لو تبص عليهم في الصور بعد المباراه بتلاقي نوع من كل وشه مرتاح لنا كده يا احمد. بعد التمرين بعد التمرينه بعد الماتش بيبتدي ازاي بيبتدي بعديها بيبان على الوشوش طبعا. ايوه بيبتدي بعديها يشد شويه معاهم، لان لابد اللعيب يخش تاني في حاله استعداده لمباراه ومنافس قوي جدا النجم الساحلي. وما تنساش حضرتك ان هو الفرصه متعادله، يعني احنا في البدايه الفرصه متعادله، فلا بد ان اللعيب يحط نفسه تاني في المود بتاع منافسه، ده دور قبل النهائي. صحيح. وطبعا الموضوع غايب عن النادي الاهلي بقى له تقريبا اربع سنين يا كابتن. فان شاء الله باذن الله يبقى محببه للجمهور. بالظبط. اكيد كابتن رضا انت واحد من الناس اللي حصلت على بطوله 2001 لو نتذكر، انا وانت كنا مع بعض في نفس الجيل ده، وكان برضو بقى لنا فتره ما خدناش هذه البطوله، ودائما يعني كانت مباراه الترجي اللي كانت لعبت المباراه كانت شبيهه لحد ما مباراه الترجي بتاعه كابتن سالح حفيظ. ولكن الدور اللي بعد كده كان دور كان برضو صعب امام فريق قوي كان سان داونز. انت حاليا الوضع اختلف، انت بتلعب فريق تونسي في اقل من اسبوعين وانت كسبان فريق هو الاول على الدوري التونسي وهو حاصل على بطوله الدوري التونسي السنه اللي فاتت، والنجم هو الوصيف بالنسبه له في الدوري التونسي. فبالتالي التحفز بقى وان انا اركز بشكل اكبر لفريق النادي الاهلي اللي هو هزم البطل بالنسبه لتونس. انا شايف من وجهه نظري ان دايما شخصيه المدرب اللي بتفرق في المواقف اللي زي دي. شخصيه المدرب شخصيه قويه في الاساس، بتخلي اللعيب دايما مركز ان هو طول الوقت بيبقى تحت ضغط شخصيه المدرب. انا شايف ان التوقيت بيبقى مناسب جدا لان انت ترجع اللعيبه بسرعه اللي هو بعد المباراه مباشر. ما ينفعش اعدي يوم في حاله فرح وسعاده واللعيبه تبدا تستريح قوي وابدا اقول هبدا اشد من النهارده، لا انت المفروض تشد بعد المباراه مباشر، يعني المباراه خلصت وانا في اوضه اللبس. ده حصلت في كذا موقف معانا بالظبط، في مواقف كتيره كده بتقول لك ده ان هو في حاله ان انت هتتمادى وهتزود قوي الفرحه، فانا بخليها لا من بدري. خلي بالك رضا الفرحه بتبقى حلوه قوي، حلوه قوي، بس لازم الموقف كمان اللي كان محطوط فيه اللاعبين كان صعب بشكل غير طبيعي، حته الضغط النفسي وان انت متعادل في ارضك وبتلعب فريق قوي زي الترجي هناك تكسب لازم تفرح برضه. هسيبك تفرح بس بعد ما اشدك تاني. يعني اللي هي الفكره في ايه؟ على فكره انا بفوقك، خلي بالك ده احنا باقي اربع ايام وفي مباراه اصعب. وارجع افرح. بس هي الفكره ان انا بحاول اشد شويه المجموعه اللي موجوده وببدا اخليهم ما هو اكيد الكابتن حسام مش هيفضل شاد طول الوقت. انا بتكلم على اللي هي دايما في لحظه كده في بعد المباراه هي دي اللي بتبقى بتدي فرصه طويله ان انت تفك قوي. فلا فهي في الوقت ده لما بنقف بتبقى حلوه قوي، وبعد كده بتبدا التمارين بتبقى رتمها طبعا بطبيعه الحال، يعني ما هو كابتن حسام مش هيشد في حاجه في تمرين خفيف بعد اللقاء. خفيف يا رضا، ده حسام عاشور اتصاب، حسام ابرز اللاعبين، الحماس اللي موجود انت عارف طبعا انت لعيب كوره كابتن محمد ورضا، عارف قد ايه الواحد بيبقى عايز يبقى موجود في المباراه. فصالح مع حسام اكيد كل واحد بتتكلم في مجموعه كلها لعيبه عاليه جدا وكله عايز يبقى موجود. احنا بنتكلم بقى المنافسه دي تبقى موجوده، انا بتكلم ان حاله التمرين حتى لو فيها منافسه شرسه في التمرين الريتم نفسه في وشوش اللعيبه بتبقى مستريحه كسبانين والامور هاديه، ولكن ريتم التمرين نفسه وانت شغال ما فيش حاجه اسمها هادي في النادي الاهلي. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها تمرين خفيف في النادي الاهلي. بطبيعه الحال انا عندي 30 لعيب او 25 لعيب كلهم لازم يلعبوا، يعني هم كلهم اصلا المفروض هم يبقوا موجودين. فطبيعه الحال التمرين لازم يبقى التمرين بالشكل ده، وده اللي بيستفيد منه النادي الاهلي. النادي الاهلي انا بس بتكلم في جزئيه ثانيه،
ان الحاله البدنيه للاعيبه النادي الاهلي انا بشكر الجهاز الفني عليها. دي حاله دي حاله كويسه جدا، واضحه جدا الشوط الثاني الحقيقه في المباراه اللي هنا فاتت. كمان يا كابتن محمد يعني هنا حتى في مصر في اخر ربع ساعه هم احنا واقفين وهم مش جايين. كان انا شايف ان ده العامل الكبير في المباراتين هو ده. انت عشان تنفذ خطتك يا كابتن رضا العامل لازم بدني. العامل البدني يبقى عندك بشكل قوي يعني. انت كمان بتلعب فرقه قويه وتحت ضغوط، فخلي بالك ان تحت ضغط وفرقه قويه وفي دور مهم ونتيجه هنا احنا شايفين انها كانت نتيجه سلبيه 2-2، دي نتيجه عبء على النادي الاهلي، فلازم مكسب هناك، كل دي ضغوط عليك كلاعب. فانت ازاي بقى تحسب ده وازاي تدي اللعيبه نسبه معينه واوصل في اخر 100%؟ انا ممكن اعلي النسبه هنا مع الضغط ده فاللعيب يقل مش يزيد. هي الموضوع حسبه، فهي عشان توصل في الاخر النادي الاهلي يبقى بالشكل ده يوصل للحاله البدنيه دي، لا احنا لازم نشكرهم يعني. الموضوع ما يعديش كده، ما نتكلمش في الجزئيه الفنيه بس لان في حاجات تانية مهمه في الكوره كابتن محمد. بالظبط اكيد يعني استاذنا في الحاجات دي. العامل النفسي وعامل التمرين مهم جدا، اهم من الحاجات الفنيه اللي هي الصغيره بقى بيعملوا 1 2 والحاجات. لا ده في حاجات تانية مهمه، فدي لازم نتكلم في الجزئيه دي. ايه الفرق بين اللعيب الدولي واللعيب المحلي؟ لو انت عايز تعرف الفرق اتكلم عن علي معلول. بمعنى لعيب متسبب في هدف في بدايه اللقاء وهو من وجهه نظره ان هو مقصر فرقته ان هو مطلع فرقته بره الجيم خالص، فجاه هو اللي موجود وهو اللي بيكسب التاني وهو اللي بيعمل هدف الفوز. فاحنا بنتكلم هي يا جماعه دي الفروق ودي الاسعار بتاعه اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه. ده الفرق بين اللعيب الدولي واللعيب اللي لسه بياخد خبرات ولسه قدامه بدري. لو انت عايز تعرف الفرق هو ده الفرق. ايه الفرق بين الانديه معظم الانديه والنادي الاهلي؟ عايز تعرف الفرق؟ الفرق ان النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها مستحيل، احنا اتعودنا على كده. مش بنتكلم على موقف ده، احنا بنتكلم في المجمل على مدار تاريخ النادي الاهلي. كان عندك شك مثلا ان الاهلي كان الشوط الثاني مش هيتحول بالنسبه لنتيجه المباراه بضراوه؟ على فكره انا كلمتك على الهواء قبلها بيومين وقلت لك احنا هنكسب. قلت لك احنا يعني انا قصدي ان الفكره احنا اتعودنا ان طول الوقت لا عندنا امل واحنا موجودين، فالدفعه دي هي اللي بقت بتكسبك. يعني دي بقت موجوده في اللعيبه وبقت موجوده في الجهاز كده الفرقه الثانيه. خلي بالك سواء مصريه طبعًا او عربيه طبعا انت بتتكلم، انت بترجع في اي لحظه وده هو الاستنفار اللي هيبقى موجود عند النجم. والله يا كابتن محمد هي مش مفروض انها تتاخد بناحيه احباط، هي تتاخد بناحيه نموذج. نموذج بالظبط. النادي الاهلي بيدي لكل الفرق نموذج. لا هو انا قصدي يا كابتن يعني انا دلوقتي هقول مثال ان النجم كسبان النادي الاهلي مثلا لا قدر الله 1-0، هيبقى عامل حساب ان النادي الاهلي ممكن يرجع في اي لحظه. بالظبط انت فاهم قصدي يا كابتن؟ هي دي اللي انا عايز اوصل لها. ايوه حتى لو هنا في الدوري المصري يعني. ايوه بالظبط. بس هي اللي بيخلي النادي الاهلي عنده دايما باستمرار دافع للفوز الحقيقه انه في طول الوقت جمهور النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي، ضغط على طول على اللاعب انه يطلع اقصى تحقيق افضل ما عنده فما فيش لعيب يروح النادي الاهلي او يبقى في النادي الاهلي يطلع مثلا 80% او في وقت من الاوقات يتكاسل. فهو بيبقى تلقائي رايح النادي الاهلي وعارف ان هو رايح لقمه الكره المصريه الحقيقه، والنادي الاهلي بيثبت ان هو يستحق القمه الحقيقه. ده حقيقي. يعني بالعكس انا شايف ناس كتيره ادت مش بس اللي عليها يعني. في اكرامي شريف اكرامي برضو الماتش اللي فات كان يعني برضو كان في عليه عبء شديد جدا، فيعني ده انا بحييه ان هو مش بس ظهر بمستوى كويس، ان هو شخصيه موجوده شخصيه مكافح. انا عايز اقول لك النادي الاهلي حقيقي بيديلك يعني نموذج ومثل يحتذى به لكل الفرق ان هو كفاح لغايه اخر لحظه. ده رضا بيقول لك احمد فتحي. لا ده قصه ثانيه. احمد فتحي احمد حلمي فتحي ده حاله ثانيه خالص يعني. بالظبط ده موضوع. لا 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 حقيقي يعني انا بقول لك الحقيقه ان الماتش ده يعني كان حاجه مفرحه للكره المصريه ان احنا عندنا ما شاء الله مجموعه شباب زي الورد ونموذج، يعني بما ان ده في النادي الاهلي ممكن ان كل الفرق تاخده كنموذج ليها وتتحسن حتى ولو بنسبه بسيطه، انما تتحسن ليه لا؟
الحقيقه. طب خليني بس اشكر بس جهاز الطبي للنادي الاهلي الدكتور خالد محمود، مجهود كبير يعني زي ما احنا شايفين. طبعا طب بيحاول يجهز حسام طبعا على الشاشه مع كابتن صالح حويزو، امامنا كابتن رضا كابتن محمد، بيحاولوا على قد ما بيقدروا طبعا. ايضا احمد الشيخ كان وليد ازارو ووليد سليمان في الاسبوع اللي فات، لكن الحمد لله كله سليم. يعني النبأ او خبر هو اللي احزنني واكيد احزن كل الاهلاويه، اللي بيثقوا بشكل كبير في قدرات حسام عاشور انه يبقى ممكن مش موجود ده كابتن رضا كابتن محمد. يعني بتشوف عدم وجود حسام عاشور في الملعب؟ لا، هو اولا يعني انا بالنسبه لي انا شايف ان هو واحد من اعمده النادي الاهلي، يعني يمكن ما بيبقاش دايما الضوء مسلط عليه، انما زي في وقت من الاوقات كابتن اسامه عرابي برضو كان يبقى تقدر تقول عليه دايما الجندي المجهول، مش المجهول، المكافح اللي هو بينفذ اللي مطلوب منه فنيا و يعني باستمرار يعني متفاني. والحقيقه يعني طبعا ده خبر محزن، واتمنى ان هو يلحق المباراه اذا كان في فرصه، انما انا شايف حتى في التقرير قدامنا في الجاريه نفسها هو واضح انه في حاجه في الرباط الداخلي للركبه، ويعني فدي ممكن يبقى فيها خطورة على الاقل في المباراه الثانيه لو لا قدر الله ما لحقش المباراه دي يا كابتن. نتمنى ذلك، يعني هي دي بقى ترجع للجهاز الطبي، انما هو يعني بدون شك طبعا خساره النادي الاهلي، لانه تاني برضو المباراه العصيبه زي المباراه اللي فاتت، يعني مجموعه رجال معينه متعوده على الظروف الصعبه والمواقف الصعبه، فعشان كده يعني يمكن تلاقي ان كابتن حسام ما غيرش كتير، يعني فهي المجموعه الثابته بتاعته في نص الملعب، خط الظهر بتاعه تقريبا ثابت، ومعاهم شريف، يعني ما تغييرات قليله، وهم بيبينوا نفسهم في المواقف الصعبه الحقيقه. طب كابتن رضا، يعني الاقرب بالنسبه للتجهيز في ظل عدم وجود حسام عاشور بتشوف ازاي؟ بتشوف مين هو اللي يعني الاقرب من وجهه نظري هيبقى هشام محمد. يعني هو اللي ممكن يبقى في الدور ده، لان هشام عنده الحته الدفاعيه كويسه، وعنده اللي هو بالحاجات الصغيره برده الكوره بيقدر يكمل. في المباراه اللي فاتت والحمد لله بدا ياخد شويه، فهو ممكن يبقى متواجد في المكان ده، وده اقرب الناس للمكان. يعني ما فيش تفكير انه ممكن يدخل احمد فتحي في نص الملعب وينزل محمد هاني، برده محمد هاني كان موجود الماتش اللي فات. طيب لو اتكلمنا على فرقه النجم، الهدفين اللي جم على اطراف، فمعنى كده ان هو معظم على لعبهم من هنا، يعني هم خطورتهم في الجزئيتين دول. هل انت عندك استعداد في التوقيت ده ان انت تضحي باحمد فتحي في المكان ده؟ لا، لان احمد فتحي كمان دوره مش دفاعي بس، يعني مش بيتكلم في حته ان هو باك، احمد فتحي اوقات بيبقى ليبرو للسردباكين اللي موجودين، فهو عنده ميزه هنا. انا اقدر احل في نص الملعب زي ما انا عايز، انما ما اقدرش احل في الجزئيه دي دلوقتي. محمد هاني لعيب هايل ولكن بعيد بقاله فتره، ففي مباريات كده تبقى صعبه، هي ده الدور ده احمد فتحي لازم يبقى بيأديه. ما اقدرش انا اخد احمد فتحي احط محمد هاني في نص الملعب احل مشكله هنا، اعمل لي مشكله اخطر، لان هم عندهم الاطراف عندهم ميزه. يعني هم اقوياء في الجزئيتين دول، فانا لا، ده احنا لازم الدور ده يبقى احمد فتحي هنا دوره مهم جدا، العرضيات والثوابت والحاجات دي مهمه جدا. خطورتهم كمان عمرو مرعي بيعمل حاجه غريبه جدا. من وجهه نظري كراس حربه، الراس الحربه ما بيمسكش نفسه للمدافع، هو دايما بين اثنين، دايما في كل حتى الجونين اللي هو جابهم هو دايما واقف بين الاثنين، هو مش ممسك هنا ولا ماسك هنا، مش مدي احساس لحد ان هو بتاعه. فدايما بيبقى دي خطوره راس الحربه، ان انت طول الوقت مش محسس السرد باك بتاعك ان بالامان، بمعنى اصح لو انا واخده في صدري فهو قدامي طول الوقت فانا ما عنديش مشكله. لا، هو دايما بيحط نفسه في مواقف اللي هو ما بيبقى بين الاثنين، فهنا الخطوره مع الاوفرات اللي بتتعمل. فاحنا عندنا حل من اثنين، يا اما هيبقى مراقب بحد ملتزم بيه اول ما يبقى في التلت الدفاعي، يا اما هنبقى قافلين الخطوره من البدايه اللي هي من عند الاوفرات نفسها. وانا شايف ان هي من البدايه بتبقى افضل، يعني من عند احمد فتحي وعلي معلول هي دي اللي هتقفل الخطوره بتاعت النجم. يعني اتمنى ده بس يبقى، لان انا ده برضو وجهه نظري، ما اعرفش كابتن حسام وجهه نظره هتبقى ايه. هو قادر طبعا برضو، معلش ايضا عوده سعد سمير برضو ده مهم برضو في الجزئيه دي، وقوه مهمه جدا في دفاع النادي الاهلي، وبالذات بيلعب كمان بدماغه كويس وكده، وحتى كمان دفاعيا وهجوميا الحقيقه. انما دخول احمد فتحي في نص الملعب فانت بتغير مركزين، يعني احمد برضو ما بيلعبش طول الوقت في نص الملعب، وفي نفس الوقت هتدخل هاني في ناحيه الباك اليمين. انما لو هو فضل ثابت اعتقد ان هشام برضو واخد جزء في الماتش اللي فات، يبقى يعني التغيير المحتمل ان هو هشام هو اللي يخش من الاول. وهو ولد كويس حقيقه، يعني انا اعتقد انه الفتره اللي جايه كمان هيظهر بشكل كويس باذن الله. طيب تفكير كابتن حسام باستعانه بسعد سمير مره اخرى، ولا
تواجد محمد نجيب وتألقه بشكل كبير كابتن يكمل المسيرة بشكل أعتقد أنه لازم يكمل، لأنه الماتش اللي فات الحقيقة يعني كانوا شغالين بشكل كويس. برضو تاني أنت فرق بين الماتش ده والماتش التاني ما زادش عن يعني أسبوع تقريبا أو أكتر، حاجة بسيطة يعني. فيبقى الافضل اللي واخد احساس المباريات. سعد سمير كان اصابه وبعدين رجع تاني برضه حس بالام في العضله الضامه، فاعتقد ان يعني يبقى تكملته بنجيب في يعني في المباراه هيبقى افضل. ليه؟ علشان ما خليش فيه تغييرات كتيره، يعني اخر ناس لعبه عندها نفس الاحساس بالمكان والجمهور، لان برضه ملعب النجم الساحلي فيه مشكله ان الجمهور قريب جدا. قريب يعني هو ساعه في الاستاد 12 قريب ملعب صغير الملاعب الاوروبيه او استاد حرس الحدود يا كابتن. بس قديم يعني مش بشكل جديد الحاجات اللي هي زي الاوروبيه، لا ده هو معمول يعني ضايق خالص بصراحه. صحيح صحيح. طيب كابتن رضا خليني اكلمك بقى على الجزء الامامي، وانت كنت واحد من اللعيبه المميزه في الجزء ده وخصوصا كجناح، يعني برضه هل كابتن حسام يبتدي يشتغل بنفس تشكيل مؤمن وليد سليمان عبد الله السعيد، ولا يتم تغيير الموقف نفسه او اللاعبين نفسهم؟ لا انا شايف ان هو نفس التشكيل المباراه اللي فاتت هيبقى هو مش هيتغير، باستثناء لو حسام مش موجود هيبقى هشام محمد ونفس المجموعه اللي قدام، لان انت بما فيهم وليد ازارو. وليد هيلعب لان انت هتلعب، انا اتوقع ان طريقه اللعب مش هتهاجم من البدايه، انت هتبقى في نص ملعبك ده البدايه، ففي نص ملعب ده انت محتاج وليد اكتر، عنده سرعات وعنده باور عالي فيقدر يعمل لك حته الهجمات للمدافعين او يعمل يتعب المدافعين، هيبقى ده هيفيد اللي بينزل بعد كده كابتن محمد اللي هو لما المدافع بيتعب بينزل حد بقى مميز بدماغه او حد هداف يقدر يستغل الجزئيه دي، فدي الحاجات المهمه اللي احنا بنتكلم فيها. لا وهو كمان سرعته كمان في الهجمه المرتده هيبقى مناسب للاسلوب اللي هتلعب بيه بالذات الشوط الاولاني يعني. وكمان وليد ومؤمن عندهم ميزه مهمه جدا. ميزه وليد ومؤمن ما بيرجعوش كمان، هم بيلعبوا في الثلث الامامي، لو احنا بنقسم ملعب 3-3 هم ما بيلعبوش في الثلث الامامي بس ولا في نص الملعب بس، هم بالعكس هم بيرجعوا مع المدافعين كمان، يعني هم عندهم ميزه ان هو وليد بيقدر يرجع يوصل بيبقى جنب نجيب اوقات، بيبقى جنب احمد فتحي اوقات، ومؤمن عنده نفس الميزه وعندهم باور ان هم يطلعوا تاني. فهي دي الفكره بقى، ان انت الاثنين دول في الحاله دي بنرجع بنلعب بره بست لعيبه، وفي نص الملعب بقيت خمسه لعيبه، وفي حاله الهجوم ثلاث لعيبه. فمين اللي منجح لك الحاجتين دول؟ الجزئيات دي هم الاثنين، القدرات بتاعت الناس الثقيله دي. وعندهم ميزه ان هم عندهم خبرات، وليد بيعرف يقف امتى، ياخد فاول امتى. مؤمن زي ما كنت بتكلم على عمرو مرعي، هو عنده نفس الميزه، الوحيد في مصر ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش هو رايح فين ولا جاي منين. وفجاه تلاقيه طالع لك من اي منطقه من ال 18 هو ادى دوره بشكل كبير في الماتش الاولاني او ماتش ثاني لمباراه الترجي. هم الثلاثه عملوا ماتش هايل، انا بتكلم في الجزئيات اللي هي التكتيكيه. لما احنا لو انا كنت مدرب انا نفسي في اثنين زي دول قدام بيلعبوا قدام بيهاجموا بيرجعوا معايا لحد الاخر الخط ده حاجه ميزه مهمه جدا. صحيح. وعندهم بقى الحتت اللي انا عايز فاول هنا، وليد في اوقات بحس وليد ان هو عايز ياخد فاول في الحته دي فبياخده. فدي مهمه جدا، لان الحاجات العرضيات هم عندهم، عندنا علي معلول بيعمل العرضيات هايله يعني، فدي لازم نستغلها، دي ده سلاح بالنسبه لي. انا عايز وليد بس يركز بشكل كبير في حته الفرص، وهرجع اكمل كلامي في حته الفرص زي كابتن واكيد كابتن حسام اتكلم فيها، لكن خلينا نروح لفاصل ونتكلم في الجزئيه دي، الفرص في مباريات زي كده بتبقى صعبه جدا. خلينا نروح لفاصل وارجع اتكلم في الجزئيه دي مهمه جدا، لان طبعا احنا كان ممكن نقاسي بشكل كبير في ضياع فرصه بتاعت وليد ازارو في مباراه الترجي، كانت ممكن الامور تتغير بشكل كبير يعني. فاصل وارجع اكمل مع ضيوفي. خاضوا مباراه النجم الساحلي لو نتذكر 2007، وهو يعني واحد من اللاعبين المميزين، وهو حاليا المدير الفني لفريق الرجاء يعني حاليا، يعني لسه طبعا متولي المسؤوليه الكابتن عماد النحاس. مساء الخير يا كابتن عماد. الو كابتن فاروق، ازيك؟ ازيك كابتن عماد، وحشني كتير، وتحياتي ليك وتحيات كابتن محمد عبد السميع وكابتن رضا شحاته. حبيبي الله يكرمك، سلام الكابتن محمد عبد السميع، ازي حضرتك؟ الله يخليك كابتن عماد كمان. حبيبي يا عمر، الف مبروك كابتن. مبروك طبعا يعني توليك المسؤوليه يعني الفريق الرجاء. انا عارف طبعا دايما كابتن عماد النحاس بيبقى متواجد في المواقف الصعبه وبينجح بشكل كبير، شفناه مع فريق اسوان قد ايه هو عمل فريق قوي، فريق مميز، كل الناس كانت يعني بتحكي وبتقول كلام مميز عن كابتن عماد النحاس. والله بشكرك فاروق، والله المسؤوليه اكيد صعبه وفكره ممكن تكون بدات بشكل مش كويس، اول ثلاث مباريات خساره والماتش اللي بتاجل مع النادي الاهلي،
كل الشكر اكيد للكابتن خالد القماش على الفتره اللي كان موجود فيها مع فريق الرجاء، ده مدرب في النادي الاسماعيلي بكن له كل احترام وتقدير. مجموعه اللعيبه اللي موجوده، الاسماء اللي موجوده ما يليش بيهم الوضع اللي هم موجودين فيه حاليا بعد 3 مباريات. في اسماء لعيبه كويسه لعبت كتير دوري ممتاز وعندهم خبرات. عندك كان الحجازي يا كابتن، عندك مجموعه يعني مجموعه لعيبه اساميها كويسه جدا فعلا. الحجازي وعبد الحميد سامي وعبد الحميد سامي قدام رمضان، مجموعه كبيره. انا اشوف من اللعيبه احنا ان شاء الله هنبتدي بكره باذن الله. عندنا اكيد رحله كفاح كبيره مع الفرق اللي صعدت السنه دي، مع الفرق اللي قدرت ان هي تقعد الموسم اللي فات. اكيد المنافسه هتبقى صعبه زي الموسم اللي فات. هنبذل اقصى ما في وسعنا ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه السنه دي تكون افضل ان شاء الله من السنه اللي فاتت، ونقدر ان شاء الله نعيد تجربه اسوان مره ثانيه في البقاء في الدوري. الموضوع مش سهل، موضوع صعب. صحيح. ولكن احنا نجتهد ونتعب ونخلص، والنية والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. هي موجوده والتوفيق من عند ربنا. بتشوفك يا كابتن عماد ان يعني توليك مسؤوليه لحد ما احنا في الاسبوع الرابع، يعني شيء كويس يعني انت في البدايه، ولكن انت عندك مشكله ان انت يمكن انت ما اخترتش اللعيبه دي، ولكن بدري انت موجود بدري مع الفريق، وده حاجه كويسه اعتقد يا كابتن. والله هنشوف برضه، انت عارف اكيد كده بدات مباراه 3 مباريات، اكيد في مشاكل. اكيد سواء كان مشاكل جوه الملعب، مشاكل فنيه، مشاكل اداريه، مشاكل. انا بشوف ان رئيس النادي اللي بشكره جدا الحاج سعد على المساعده وعلى الثقه الكبيره، ان هو اول ما يفكر ويتصل بيك هو شخصيا اول واحد يكلمك. فدي حاجه طبعا اكيد تسعدني، وبرضه شايلك برضه مسؤوليه اكبر طبعا. يعني انا بقول لك المسؤوليه مش على الجهاز الفني بس، ولا على مجلس الاداره بس، ولا اللعيبه بس، كلنا منظومه عمل واحده، وده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. يعني لازم تتعامل منظومه عمل واحده علشان ننجح. يعني اكيد ان احنا النجاح مش هيتحسب لعماد بس، النجاح هيتحسب لمجلس اداره، ويتحسب للمدير الفني، ويتحسب للعيبه كمان. صحيح يا كابتن، صحيح. فالمسؤوليه صعبه، ولكن المشوار لسه بدري. لسه احنا في اول 3 مباريات في الدوري، والمباراه القادمه حضرتك هتبقى موجوده كابتن عماد. كل الناس قريبه من بعض، يعني صحيح في حد بعيد. يعني صحيح، المباراه القادمه حضرتك هتبقى متواجد ان شاء الله بامر الله. باذن الله. امام يعني المباراه ان شاء الله امام مين يا كابتن؟ احنا اول مباراه داخليه يوم 11 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، بالتوفيق ليك كابتن عماد. يعني خليني بقى اخدك بقى على مباراه يعني مهمه جدا، مباراه النجم الساحلي. حضرتك اكيد ليك ذكريات في امام النجم الساحلي، لكن يعني المباراه تختلف المره دي يا كابتن. انت بتلعب فريق قوي، فريق يمكن ده تونسي، وانت لسه ده كسبان فريق الترجي اللي هو بطل الدوري التونسي. يعني اسبوع في مباريات كتيره قوي مع الفرقه التونسيه، بتشوف المباراه دي زي كابتن عماد؟ بص خليني اقول لك يا كابتن فاروق، برضه يعني احنا المباراه اللي فاتت كانت صعبه. لا فريق كبير، فريق الترجي، وعمل نتيجه معاك هنا قويه جدا 2-2، انه يعمل نتيجه 2-2 كان الاولويه اكيد في ماتش العوده كانت. لكن اقول ان عودة لعيبة النادي الأهلي وروح لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني مع أنت عارف دايما بتحط في موقف صعب النادي الأهلي بيبقى صعب. صحيح يا كابتن. فقدرنا الحمد لله إن إحنا نعدي مباراة كانت صعبة. المرة دي أكيد أنت في مباراة أكيد أصعب مش أسهل. ما فيش حاجة في كرة اسمها مباراة سهلة يعني. صحيح. مباراة سهلة لأن برضه الفريق الثاني فريق قوي. أنت ليك باع معاه برضه كبير، ليك مستحيل. أنا لعبت ضده 2005 ولعبت ضده 2007 في ملعب دوسه مختلف تماما يا فاروق عن ملعب رادس. ملعب رادس المساحات كبيره، زي ما بتتكلم على استاد برج العرب عندنا، زي ما بتتكلم على استاد القاهره. استاد سوسه انا دايما بشبهه بملعب النادي الاسماعيلي، ملعب صغير، مساحاته صغيره، الجمهور بلغه الكوره بتاعتنا راكب على الملعب برضه، بيدي للعيبه دفع في الملعب. مظبوط يا كابتن. احنا انا فاكر 2005 و2007 اكيد الظروف كانت مختلفه. احنا كنا اكيد الحمد لله كنا احنا اقوى. في 2005 الفرقه كانت بتدافع من نص الملعب، ما اظنش ده هتلاقي الكلام ده النهارده. في 2007 كان ممكن عدوا نص الملعب شويه، تعادلنا في المباراتين 0-0. ومباريات العوده هنا كسبنا 3-0 2005، وخسرنا 3-1 2002 المباراه الشهيره للعرجون. ويمكن كان ليا الحظ في جزء وسيء للحظ في جزء ثاني، ان انا اجيب جون التعادل وبعدين اخد كارت احمر في المباراه. ولكن لو هنرجع للمباراه هناك، انا بقول لك مباراه الحسم ان شاء الله هتكون هنا، واكيد الكباتن في الاستوديو كابتن محمد عبد الفتاح. صحيح، وده كلام كابتن حسام البدري حتى في مباراه الترجي لو نتذكر يا كابتن. الحسم دائما قالوا حتى في تونس، يعني احنا عايزين النتيجه بالنسبه لنا الافضل. يعني شايف ان الدفعه المعنويه اللي احنا خدناها بعد مباراه الترجي تخلينا اهدى شويه. احنا كنا رايحين مباراه الترجي واحنا يعني كل الناس على اعصابها اكيد، ما بالك باللعيب. يعني احنا كمان لعيبه ومدربين، فبنحاول بس يعني نشرح للناس او نقول للناس ان المباراه يعني المباراه صعبه ازاي وسهله ازاي. يعني المباراه صعبه لان المباراه في ملعبه، فرقه متحفزه كويس، عنده لعيبه محترمين جدا، بيدافع انا شايفه بيدافع افضل من الترجي.
وده هيكون برضه عبء عليه. برضه في الهجوم عنده سواء عمرو مرعي احنا اكيد عارفينه كويس لو ما كان في انبي او في الداخليه. لعيب مميز في ال 18 لعيب خطر بيعرف يلعب دماغه كويس. عندهم الباك رايت راجل لعيب كويس. عندهم نص الملعب زي ما بقول لك الخطوط ما بينهم قريبه وده بفضل الملعب الناس بس ما تفتكرش الخطوط القريبه كمان الملعب بيساعدك. طبعا. الخطوط تبقى قريبه يعني. طبعا. مطلوب ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق طبعا للكابتن حسام في اختياره للعيبه سواء كان التشكيل هيكون ثابت زي المباراه اللي فاتت بنفس الفكره. انا اللي يهمني ان يكون مش نفس الفكره بس كمان الفكره ان احنا رايحين نكسب عشان نسهل المباراه اللي ما تكونش المباراه اللي هنا عامله علينا ضغط نفسي وعصبي نبدا نتكلم مع اللعيبه ان احنا هنا مشغولين عايزين نكسب فالامور هتبقى برضه مش عايزين نصعب الامور على نفسنا. صحيح يا كابتن صحيح. طيب يا كابتن عماد يعني بالنسبه لحسام عاشور يعني بتشوف يعني وجوده في مباراه زي كده طبعا الى حد ما هو مش هيبقى موجود بشكل كبير بناء طبعا على التقارير وبناء على مراسلنا امير هشام هناك بيتكلم ان صعب جدا ممكن الى حد كبير حسام ما يبقاش موجود. كابتن حسام هل ممكن يغير في تفكيره في جزئيه اشراك مثلا هشام محمد او اشراك احمد فتحي ونزول محمد هاني؟ بتشوفها ازاي يعني الجزئيه دي ممكن كابتن حسام يفكر فيها؟ والله انت اكيد عندك حلين. انت عارف الحلول اللي موجوده مع كابتن حسام. لو احمد فتحي طلع نص الملعب فاكيد هيبقى محمد هاني. وهنا هتروح لفكره ان هم على الاطراف اقوياء بيعملوا كرات عرضيه كتير فانت مطلوب احمد فتحي يكون هنا. حلول هشام عنده برضه الحافز والدافع ان هو عايز يقول انا جيت النادي الاهلي انا رجعت بيت انا عايز العب. صحيح. وجود عبد الله سعيد وصالح جمعه هل الكابتن حسام ممكن يغير طريقه اللعب كمان؟ يعني انت حاليا غياب حسام عاشور نفسه خليك تفكر في كذا حاجه. اداء طبعا. لو اي لعيب تاني كنت هتشيل لعيب تحط لعيب. يعني غياب عندك طرف ملعب هتشيل لعيب طرف ملعب يعني غياب وليد سليمان الماتش الاولاني او مؤمن هتحط مثلا اجاييه هتلاعب احمد الشيخ عندك حلول. لكن نوعيه حسام عاشور في نص الملعب الراجل اللي بيطلع لك الكوره الراجل اللي دايما هو اللي ما بين الاثنين الخبرات ده مش موجود عندك. هشام لعيب كوره، صالح جمعه لعيب كوره، عبد الله سعيد لعيب كوره، حتى الثنائي لعيب كوره. يعني تغيير حسام عاشور هنا عشان تهاجم فانت خليت الثنائي لوحده. لكن انت من هناك مش هتبقى مطالب من اول ثانيه ان انت تهاجم. انت لازم يبقى عندك حذر كويس وعندك ناس في نص الملعب يعرف يجيبوا لك الكوره، خد بالك يا فاروق احنا مشكلتنا واحنا بنلعب الترجي خاصه في المباراه اللي هنا. ان احنا ما كناش بنعرف نجيب الكوره بسرعه. خصوصا في الكوره الثانيه، الكوره الثانيه بتاعتك كانت لحد ما هي دي اللي اثرت بشكل كبير عليك. وان انت تقطع منه الكوره وانت عشان يمنعك من الاستحواذ، هو الراجل هنا في المباراه اللي هنا هو تعبونا ان هو منعك من الاستحواذ، هو ترك الاستحواذ في الثاني بعد لما تقدم عليك هنا 2-1. لكن احنا هناك لما عملنا استحواذ معاه وشاركناه بشكل كويس قدرنا ان احنا نبقى ندي ليهم وقدرنا ان احنا نوصل للجول من خلال اللعب، خد بالك برضه الاجوان اللي هنا كلها كور ثابته. صحيح. الاجوان اللي هناك لا كلها متحركه، الجونين متحركين مش كوره ثابته، الدليل ان انت اتحررت ان انت لعبت الكوره اللي كنت بتقدمها هنا في الدوري. مظبوط مظبوط يا كابتن. انت قدرت تخلق لنفسك المساحه اللي انت عايز تلعب فيها، تستغل ازارو وعيده، تستغل مؤمن ووليد والتفوق معلول طبعا، تفوق معلول يا كابتن كمان. الشوط الثاني معلول حول لك الماتش ب 360 درجه ليه لصالحك. وظروف لعب يعني وجوده في الجول الاولاني انت حطيت طرف الملعب تماما لما غيرت مؤمن ونزلت اجاي فيرود او اجاي فيرود فانت فضيت له الجنب الشمال وصلته لغايه الجون لما اتعملت العرض الراجل كان جاب لنا جول. الجول الثاني هي طبيعه الكوره هي اللي وصلته لهنا وجرأته هو ان هو يوصل للمنطقه الضغطه وكمل الضغطه. صح صح صح. ويوصل للمكان ده ويعمل عرضيه مصطنعه على دماغ اجاييه ده 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 مش 90% ده جون 100%. اجاييه الراجل بس يعني اتحرك كويس وحط الكوره وجاب لنا جون. ترجم التعب بتاع علي معلول فانا كل التوفيق للنادي الاهلي. صحيح. قبل يا كابتن بس ما نتمنى التوفيق ده طبعا شيء طبيعي. حته الدفاع في ملعب زي كده وحضرتك لعبت على هذا الملعب قبل كده مع النادي الاهلي امام النجم، رؤيتك ونصيحتك للمدافعين في هذا الملعب يعملوا ايه؟ بطبيعه الملعب حتى لازم تبقى قليله، الاخطاء بتاعتنا تكون قليله، دايما الكفرج والتغطيه ورا بعض لازم تكون بسرعه، وانا مشكلتي كعماد ان انا لما بتكلم دايما على دفاع الاهلي عشان الحساسيه اللي موجوده انا نفسي سعد ونجيب ورامي اي اثنين موجودين في الملعب يكونوا بيكلموا بعض. انا بحس دايما ان اللغه الاتصال اللي ما بينهم قليل. الاثنين دايما الاختبارات لازم يبقى في قائد في الملعب، لازم يبقى في قائد للخط كله، لازم هو اللي بيتكلم اللي بيوجه اللعيبه، ده مش عيب وده ملوش دخله كابتن. صحيح صحيح.
يعني ملوش دخل ولا بالسن. ده مكانك بيحتم عليك. انت الاول بتسمع لشريف لانه اخر واحد وراك في الملعب، وبعدين انت اللي تبدا تكلم الناس وتكلم زميل. مظبوط. فمطلوب ان احنا اخطائنا تكون قليله، نكون هاديين على قد ما نقدر. الرقاب عندنا في الكور العاليه لازم تكون حذرين جدا. والكوره معانا اكيد دلوقتي الحمد لله الناس بدات تلعب كوره وبتوصل الكوره بشكل سهل سواء لنص الملعب او لباكين الطرف يعني. انا برضه ما اتكلمت على رامي واكدها مره ثانيه وثالثه ورابعه، لازم يا رامي هاي انت بتلعب، ما ينفعش العصبيه وما ينفعش ان الحماس يوديني العصبيه. الحماس مطلوب والروح مطلوبه، لكن ما توديش للعصبيه، ما توديش ان انا اعمل فاولات حتى لو انا مش غلطان. الماتش اللي فات لو تلاحظ الفاولات اللي اتعملت علينا كلها خطر، حتى لو الحكم بيجاملهم فهو ده وارد. انت لازم تبعد عن المنطقه دي اصلا يا كابتن. طبعا. فوارد طبيعي، لازم انت تبقى خايف ان يتحسب عليها فاول هنا، الفاول هنا ليه قيمته يعني. طبعا. سهل جدا فاول من هنا يخلص مباراه. لو لعيب كويس بيعرف يعمل فاولات، الماتش اللي فات في الترجي اتحسب لهم فاولين او ثلاثه بره ال 18. الواحد كان بيحط ايده على قلبه يا كابتن يعني، عارف. طبعا. الحاجات اللي هي سهله يعني، انت في داعي تماما عن الكلام ده، لازم تبعد عن الكلام ده على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. فانا اتمنى ان شاء الله زي ما قلت لك توفيق للاثنين اللي ورا ايا كان اللي هيلعبوا، سواء ان شاء الله سعد رجع يبقى مكانه او نجيب اللي من الناس اللي انا بشكرهم جدا على الفترات اللي بيغيب ويرجع بصراحه بامانه، يتحط في مواقف صعبه جدا ويبدل المسؤوليه. طبعا يا كابتن عماد. والكلام ده من السنه اللي فاتت. يا رب حي نجيب. يا رب طبعا. من الخبرات اللي موجوده عنده من لعبه الفتره اللي فاتت دي في النادي الاهلي، استفاد كتير خبرات من وجوده في النادي ولعبه وتثبت كفاءته كل يوم بعد يوم. صحيح يا كابتن. يا رب ان شاء الله كابتن، بالتوفيق كمان ليك كابتن، توفيق لفريقنا طبعا النادي الاهلي. كابتن عماد يعني كان واحد من الناس المميزين في خط دفاعنا، دفاع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عماد وهيد، يعني معلومات مهمه جدا عن ملعب النجم الساحلي وازاي تتعامل دفاعيا معاهم وايه الناقص الى حد ما في دفاع النادي الاهلي. لكن كابتن كنت انا يعني مهم جدا كابتن عماد اللي بيقوله، جزئيه ان انت تضايق مساحاتك، جزئيه ان انت تكلم بعض كجزء دفاعي سواء بقى مع شريف او شريف طبعا هو اللي بيوجههم قدامه، لكن مهم جدا عمليه الربط في الجزء الدفاعي ده يا كابتن محمد. بدون شك. هو بس الملعب بتاع النجم الساحلي ضيق شويه. هو المفروض على قد ما نقدر او خط الظهر ونص الملعب بالذات الجزء الدفاعي ان انا ابعد يعني اخرج بيهم بره ال 18، لانك انت هناك هتلاقي الضغط وانت قريب للمرمى بتاعك اكتر من الملعب اللي احنا اللي اتلعب فيه الماتش اللي فات، لانه مساحته واسعه، مساحته اوسع، فما بيبقى بصعوبه يعني انك تخش. انما هنا هتلاقي قريب جدا، تلاقي اللعيبه داخله جوه ال 18. فانا يعني ده وجهه نظري يعني، نصيحتي اليوم ان هم بقدر الاستطاعه ياخدوا الفرود ويطلعوا بره ال 18 بقدر الاستطاعه، لان ملعب الكور ثابته عندهم مشكله، كونرز ولا ضربات ثابته حوالين ال 18. وبالاضافه لان عمرو مرعي كمان برضو حافظ اللعيبه بتاعتنا. يعني هو يمكن هنا في موقف برضو طريف، ان ده هيبقى اللعيب المصري اللي مع النجم وعلي معلول اللي هو التونسي اللي مع الفريق الاهلي الحقيقه. انما ده يدي لك قد ايه برضه الحق يتقال، يعني ان هو كان متفاني مع النادي الاهلي بالنسبه لعلي. وبرضه هتلاقي عمرو مرعي هتلاقي يعني احتراف يا كابتن، هتلاقي شادد شويه بصراحه يعني، والضغط على الاثنين اللي في القلب، لان هو مميز كمان بدماغه، بيروح في اماكن فاضيه كتير. يعني هو بيستغل المساحات البينيه اللي بين الاثنين المساكين او المساكين والاثنين اللي على الاطراف. وبالاضافه لان الملعب صغير فهيبقى تلاقي فيه يعني كتير دخول ال 18. هو هيبقى حمل كبير على الجزء الدفاعي. كابتن رضا، عندك تعليق على جزئيه الدفاع؟ هي جزئيه الدفاع طبيعي ان هيبقى يضيقوا مساحات، هي الخطوره اكتر هتبقى في الضربات الثابته. يعني انا لو انا بلعب في الخط الدفاعي يبقى انا لازم طول الوقت انا التلت الدفاعي ده لازم نبقى بره. يعني هنبقى ده اخرنا التلت الدفاعي يبقى اللي هو بره ال 18، اللي هو لو عملنا قوس ال 18 كده بعرض المسافه كلها ما ينفعش يبقى في فاولات في المناطق دي. في المنطقتين اللي هم خارج ال 18 من على الاطراف ما ينفع. المنطقه دي ما بيقولوا ايه، منطقه محرمه بالنسبه للنادي الاهلي، هتبقى خطر جدا. ملعب ضيق، فالضربات الثابته لو بتتعمل بسويرف شويه في اتجاه المربع حتى لو ما حدش لمس تبقى خطر. خطر مع الزحمه مع الحاجات دي هتبقى دي حاجات صعبه جدا. فانا شايف ان دايما النادي الاهلي لازم يبقى نص ملعب مع الحته الهجوميه، يبقى دايما حاطينهم في الجزئيه دي التلتين دول، انما التلت اللي ورا ده
الضربات الثابته خطر جدا جدا جدا، خطر جدا على الفرقتين على فكره. يعني عليهم برضو احنا عندنا علي معلول، عندنا زي ما احنا بنطلب من وليد ان هو يجيب لنا حاجات على الاطراف في الاماكن دي، وانت ما يبقاش انت الميزه اللي انت عايز توصل لها هتديها لهم. يبقى انا الضربات الثابته اللي هي القريبه من 18 او على الاطراف تبقى خطر جدا. يبقى اللعب دايما قدام، يبقى السهل الممتنع زي ما احنا بنتعلم. كابتن محمد قبل كده كنا بنتعلم حته ان دايما التلت الاخير ده لمسه واحده بالزبط. اللي في نص الملعب ممكن تبقى لمستين، قدام ممكن تبقى فري. اه بالظبط، عشان الخطوره هنا اكتر من هنا من طبعا. هنا فهي هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، ده اللي احنا بنتعلمه دايما. فانت طول الوقت بقى لازم تلعب كده السيفتي قوي في الحته دي، عشان ما يبقاش في فاولات، كره طولت منك واحده فبتضطر تضغط جامد فبياخد فاول، دي تعمل لك مشكله. حتى بعيد عن حاجات الوقفه والطريقه، الثوابت هي كلمه السر في المباراه. ده وجهه نظري للفرقتين. فبرضه صغر الملعب ده يخلي الفرقه اللي قدامك حته الطوليات دي تبقى موجوده باستمرار، وحته قلبين بقى دفاع النادي الاهلي ليهم عليهم عبء كبير جدا في رد الكره بشكل كبير. انت اللي بتحدد بقى انت عايز تلعب في انهي منطقه في الملعب. انا النادي الاهلي يقدر يحدد، اقدر العب في نص الملعب، اقدر العب في التلت الهجومي، المهم ان انا ما ابقاش اللعب في التلت الدفاعي بتاعي. يعني ابعد عن المنطقه دي خالص. لو احنا بنلعب على الاوفسايد كده يبقى ده اخر التلت نص الملعب بعد الدايره بالظبط ب 6 7 متر، ده اخرنا. ما ينفعش هم يدخلوا في المناطق دي ويلعبوا على الارض. لو دخلوا المناطق دي ولعبوا على الارض هيحصل فاولات، والفاولات هنا خطر جدا لينا وليهم. فالكلمه السر في الملاعب الضيقه دايما بتبقى الضربات ثابته. فاحنا ما نحلش الموضوع بتبقاش حل ليهم يعني. طبعا ما زلنا مستمرين طبعا تغطيتنا في يعني سواء لمباراه الاهلي والنجم او دوري المصري اللي شغال في الاسبوع الرابع حتى الان. النهارده كانت في مباراه الزمالك وامبي، تعادل 0-0. كابتن طارق العشري طبعا المدير الفني لفريق امبي معايا على الهاتف. مساء الخير يا كابتن طارق. كابتن محمد ازيك؟ تحياتي ليك يا كابتن. مش عارف اقول لك بقى يعني نقطه بطعم الفوز ولا ده طبيعي بالنسبه لفريق امبي يا كابتن يعني؟ والله الحمد لله في التوقيت الحالي اللي احنا بنمر بظروف صعبه جدا خلال الفتره اللي فاتت، ثلاث مباريات ما وفقناش فيهم، فاعتقد يعني برضه نقطه في التوقيت ده جيده، وان كنت طبعا بطمع في الحصول على الثلاث نقاط. طب يعني قبل ما طبعا ما نخش في تفاصيل كتير عن المباراه، كابتن محمد عبد السميع معايا في الاستوديو بيسلم على حضرتك، كابتن رضا شحاته ايضا بيسلمه على حضرتك يعني في الاستوديو. تحياتي كابتن محمد وكابتن رضا. حبيبي كابتن، يمكن مباراه النهارده بتشوفها ازاي بالنسبه لحضرتك كابتن، في ظل زي ما انت حضرتك بتتكلم ان في بعض الامور يعني مش ده مكان امبي، ولكن كابتن طارق عشري احنا عارفين كابتن طارق بامكانياته العاليه في الجزء التدريبي عنده طموح، خصوصا ان الامور متوفره بشكل كبير في الماديه والامكانيات الى حد كبير مع فريق امبي. كابتن مفيش شك طبعا محمد، ده مش التارجت بتاعنا، ولكن احنا لسه في البدايه، ويمكن انا غير محظوظ دايما، بداياتي بتبقى صعبه جدا جدا، خاصه وانت بتكون فريق جديد. انت النهارده 75% من الفرقه ديت ما كانتش بتلعب السنه اللي فاتت. والنهارده بتجدد جدا بشكل كبير جدا، نتائج سلبيه في خلال ثلاث مباريات وانا مش راضي عن الكلام ده. لكن كنا في معظم المباريات الثلاثه اللي فاتت دي في بدل اخر بشكل كبير جدا كان بيستضيف، للاسف هي النتائج هي اللي بتاثر بالشكل السلبي. النهارده الولاد انا حسيت النهارده يعني في عوده جيده جدا جدا امام فريق في الفتره الحاليه بياخد الكوره فايق، فريق نادي الزمالك مظبوط كده. لكن النهارده تلعب على اسلوبك واستراتيجي، الاستراتيجيه اللي انت فرضتها كنت ممكن اقرب انك تخطف ثلاث نقاط، الزمالك 90 دقيقه ما يضيعش فرصه، وده شيء جيد بالنسبه لنا، وده يدي مدلول جيد ان فريق ام بي فريق جيد. الفتره اللي فاتت كان بيستضيف في سوء حظه، وان شاء الله باذن الله الامور عنه. النقطة دي يا كابتن انا شايف ان الامور لسه بدري جدا. طبعا الاسبوع الرابع ان شاء الله باذن الله تعالى يعني الامور هتتحسن خلال الفترة اللي جاية. النقطة دي يا كابتن مع فريقنا زي الزمالك دي قوة دفع كبيرة جدا للاعبين وثقة اعتقد يا كابتن. الولاد كانوا محتاجين ثقة بس. نفسيا كانوا منهارين شوية ومتأثرين نفسيا نتيجة الهزائم، تعرف الهزائم طبعا أثر نفسيا على الولاد، فاحنا رفعنا الحالة الذهنية لدى الولاد النهاردة، مفيش أخطاء يعني لما كونك ان فريق الزمالك بكل اللي موجودين معاهم دول مفيش فرصه وحيده على مرماك، وانت اصلا كمان في فرصتين، انت عارف في مثل هذه المباريات بالاسلوب اللي انت بتلعبه ده يعني الفرصه بتتاح لك صعب جدا، فلابد انك تستغل الفرص خاصه في المرتدات اللي تجيلك تترجمها. السنه اللي فاتت عملنا كده، المباراه اللي احنا لعبناها ضد الزمالك لعبنا بفرصتين بجونين، استطعنا ان احنا نتوج بره، كان نفس الاسلوب بتاعنا ده الحمد لله يعني ان شاء الله دي بدايه باذن الله. يا كابتن بالتوفيق ليكم طبعا كابتن طارق عشي، ومعاه طبعا نادي يعني اعتقد ان هو نادي مميز جدا يستحق انه يبقى موجود في مكان افضل، اعتقد ان نقطه النهارده هتدي ثقه والشكل هيختلف فريق امبي. كابتن خليني اكلمك بقى على مباراه النجم الساحلي والاهلي، واكيد حضرتك كمدير فني مميز سواء بقى في الدوري المصري او حتى تدريبك ل
في الدوري الليبي اهلي طرابلس، ويمكن تدربت عمرو مرعي يا كابتن قبل كده، مظبوط ولا انا غلطان؟ طب رؤيتك للمباراه يا كابتن والجزء الهجومي بالذات للنجم الساحلي، وشايف المباراه ماشيه ازاي يا كابتن بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ان هو لسه كسبان فريق زي الترجي، فريق تونسي، في اقل من اسبوع يا كابتن او 10 ايام، حته التحفز بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيبقى مختلف تماما في هذه المباراه. شوف مكسب النادي الاهلي لنادي الترجي، خلي بالك الترجي هو الاكبر هناك في، مظبوط يا كابتن، و يعني انا يعني اعتقد ان دي هتبقى دفعه قويه جدا جدا للنادي الاهلي في خلال مباراته مع امريكا، ولكن طبعا انت عارف المباريات اللي زي دي خاصه مباريات حاسمه طبعا لابد منها توخي الحذر بشكل كبير جدا، وانا متاكد ان النادي الاهلي هيرجع من تونس بنتيجه ايجابيه. طبعا مستنيين يعني الاستاد برج العرب ان شاء الله ب 80 90,000 متفرج بما يسمعوا الفارق خاصه في مباراه العوده. وانا اتمنى ان النادي الاهلي باذن الله تعالى ولله التوفيق. بالنسبه لعمرو طبعا لابد ان يفرض عليه خبر، لان عمرو من اللعيبه الهدافه اللي من انصاف الفرص تستطيع ان هي تترجم الـ 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 الفرص. ويمكن هو يمكن الماتش اللي فات ده بتاع اهلي طرابلس هو لسه بادي يلعب معاهم اساسي، صحيح لسه كان بدايات، صحيح كده. فكونه ان هو في اول بدايه ليه ويحرز هدفين وهو اللي يرجح كفته، وانا شفت المباراه كان ادى مباراه جيده جدا. فالنادي الاهلي لابد ان يعني فين في النادي الاهلي لابد ان يحذر من عمرو. فرقه النجم فرقه جيده جدا تكتيكيا، عنده عناصر تستطيع ان برضه تصنع الفارق، ولكن يعني انا متاكد ان كابتن حسام هيحط السيناريو الجيد للتعامل في مثل هذه المباريات. لاعب زي حسام عاشور يا كابتن، ويمكن حضرتك اكيد كمدرب كبير بتبقى فاهم نوعيه لاعب زي حسام عدم وجوده، وطبعا الى حد ما زي ما بقول لحضرتك يمكن حسام ما لعبش المباراه القادمه، بتشوفها ازاي برضه كابتن؟ حسام من اللعيبه الركائز الاساسيه اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي في نص الملعب بشكل كبير جدا. يعني ليه دور كبير جدا جدا خاصة في افساد الهجمات حسام. واتمنى ان النادي الاهلي نص وسط وسط ملعب النادي الاهلي ما يتاثرش طبعا بغياب حسام. وفريق بحجم النادي الاهلي اعتقد ما يعني ما يعانيش في قله العدد زي ده في مركز زي ده. فاللي هيلعب في مكانه طبعا كل مدرب بيتمنى خاصة في المباريات الحاسمة دي ان هو يخش بكل عناصره الفعالة. فاتمنى ان شاء الله اللي هيلعب مكان حسام يعوض هذا المركز بشكل كبير جدا، ان شاء الله حسام كمان يعوض في المباراه الثانيه يا رب. يعني خلي بالك المباراه الثانيه هي المباراه الحاسمه، مظبوط يا كابتن، يعني زي ما النادي الاهلي حسم المباراه الثانيه في تونس، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخد اللي هو عاوزه من المباراه دي، ان شاء الله بيحسم بقى المباراه الثانيه ان شاء الله في القاهره. ان شاء الله هتبقى في استاد برج العرب في اسكندريه كابتن 22 اكتوبر بامر الله، ده اتحدد بالنسبه لهذه المباراه. بشكرك كابتن طارق، بالتوفيق ليه كابتن دايما باستمرار، حضرتك من الناس المميزه جدا اخلاقيا طبعا ومدير فني على عالي جدا، ربنا يوفقك كابتن طارق مع فريق انبي. نقطه ثمينه النهارده بياخدها من فريق نادي الزمالك في مشوار طبعا الدوري ممتاز، لسه احنا في الاسبوع الرابع ولسه بدري قوي كابتن محمد. خليني اكلمك على بقى جزئيه الفرص بالنسبه للنادي الاهلي، المباريات اللي زي كده يا كابتن بتبقى حته الفرص هي بتبقى قليله جدا، تستغلها بتوديك في حته تانية خالص. لا هو مش بس كده، كمان لما بتضيع فرص عاده يعني يقول لك تعاقب، يعني تعاقب من لما ما تستغلش فرص. بس هي برضو الحق يتقال النادي الاهلي مثلا كمثال الماتش اللي فات استغل الفرص بتاعته، يمكن هي كره بس الانفراد الاخرانيه اللي ما استغلهاش. وهي عادة لما يبقى اللعيب طالع من نص الملعب او من مسافه كبيره وراح على حارس المرمى بتلاقي الناس بتبقى قلقانه شويه، لانها بتبقى كل الناس متوقعه انه يحرز هدف، انما النادي الاهلي استغل فرصتين كانوا ممتازين وغيروا نتيجه المباراه. فنتفائل ان باذن الله النادي الاهلي هيستغل الفرص بتاعته، وخصوصا ان هو ده كمان يعني انت حضرتك بتتكلم على انك داخل دور نهائي، بعد يعني ده اللي قبل النهائي هتخش على دور نهائي، يعني الحافز والمكسب هيغير حاجات كتيره جدا. برضه اللعيب بيبقى متحفز في الوقت اللي زي ده، يعني ان هو يطلع اقصى حاجه عنده. هي باذن الله يعني احنا كلنا متوقعين خير ان شاء الله، ولاعيبه النادي الاهلي اثبتوا ان هم على قدر المسؤوليه. مهم جدا يا كابتن عشان تاخد الفرصه وتنجح انك تبقى متوازن، لا مشدود اكتر من اللازم ولا مرتخي.
فلو اتحطوا في قالب نفسي كويس انا اعتقد النادي الاهلي هيعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. وتاني برضو لا تنسى ان الحاسم ان شاء الله هيبقى في المباراه الثانيه عندنا ان شاء الله كابتن، فكل ما هيقدم حاجه كويسه ان شاء الله. الاهم بقى من ان انا انتهز الفرصه واحرز هدف هو خلق الفرص كابتن رضا، وده يعني كان واضح جدا في المباراه اللي فاتت بتألق مجموعه اللاعبين كلهم ما شاء الله ما فيش حد. النهارده ملعب صغير، الوضع مختلف بالنسبه للمساحات زي ما بنتكلم، الحل بالنسبه للجزئيه زي كده بالنسبه لكابتن حسام بدري يتعامل ازاي في هذا؟ هو الحل يمكن برضه احنا اتكلمنا فيه من شويه اللي هو الضربات الثابته. الضربات الثابته هي كلمه السر في الملاعب الضيقه. تمام. ثانيا هو برضه طريقه اللعب اللي احنا بنتكلم عليها، لو احنا لعبنا من نص ملعبنا هيبقى عندك مساحات اللي هي في ظهر المدافعين عندنا سرعات عندنا. انت بتفكر ان مثلا كابتن حسام يبتدي يقابل نص الملعب بحيث يدي مساحات لان هو يتقدمه وانت تبتدي تشتغل بالظبط كده. وانا اتوقع ده اللي يحصل يعني، لان يعني كابتن حسام مش هيبدا ان هو يضغط. ما اتوقعش ده، انا شايف ان هو هيلعب كده وعندنا سرعات في المنطقه دي. حته بقى خلق الفرص دي انا شايف دايما ان لازم اللعيب يضيع فرص. انا شايف كده، انا شايف ان انت طول الوقت كده رضا يعني بتبقى صعبة. كلنا عدى علينا المواقف دي وكلنا ضيعنا وكلنا اتحطينا في الموقف ده. الفكره كلها انا بتكلم في ايه؟ لو انا وصلت اللعيب بتاعي ان انا النهارده بقيت اخاف اروح اضيع، هو مش هيروح تاني. مشكله بقيت يعني انت فقدت كل حاجه. انما هو طول ما عنده ثقه ان هو بيروح وبيضيع هتيجي. هو الفكره كلها هي القلبة بتحصل فين؟ مجرد ان يجيب هدف بس ويحس ان هو خلاص بقى الموضوع بقى بالنسبه له سهل، هتلاقي الموضوع اتغير تماما معاه. هو نفسيا نفسه يرضي جمهور الاهلي، نفسه ان هو يبقى جيب هدف واثنين وثلاثه ويبقى يحط نفسه في الشريحه دي. ولكن بتبقى اوقات زي ما احنا بنقول بلغه الكوره كده، لا مش ماشيه معاه، هي مش ماشيه معاه في التوقيت ده. هو رايح يعني وليد ازارو وهو رايح الانفراد هو عايز يرجع. يعني وانت رايح وعايز تروح وعندك ثقه بتروح بطريقه مختلفه. هو في وسط وهو رايح قبل ال 18 بخطوتين ثلاثه انا حاسه بيقف خاف، هو خايف يروح. عارف اللي هو الموضوع سهل جدا واحنا قاعدين بنتكلم. صحيح. وانا رايح انفراد هو الجون طالع بروح مرقص على مسافه بعيده. أيوه. وطبط رجلي سهله جدا. ولكن هو لو انت خدت بالك من رد فعله وهو رايح، اول ما دخل بالظبط خص ال 18 وهو وصل للمنطقه دي هو وقف اللي هو عارف اتردد. فانا قلت هنا في الوقت ده قلت لا مش هتدخل لانه هنا بدا يقلق مش عايز يروح. فانا مش عايز اللعيبه تفقد الثقه دي، لا انا عايز طول الوقت اروح وحاول وهتيجي. وهو لعيب مميز وعنده ادوار ثانيه، مش عايزين نخسر دور دايما راس الحربه ان هو هدف، لا انا في اهداف كتير، في حاجات كتيره، تحركات وخلق مساحات للفرقه للاعيبتي. هو بيتحرك عرض كتير جدا، التحركات دي بتفتح لمين؟ لوليد، لمؤمن، لعبد الله، دي بتحل حاجات كتيره جدا. احنا بنتكلم بقى احنا المفروض احنا الناس بتوع كوره فبنتكلم في الحاجات دي، احنا مش عايزين نتكلم زي الجمهور اللي بيقول لك لا ده ما جابش هدف، لا عمل حاجات تانية كتير. الحاجات التانية ايه؟ لما بيتحرك، لما عبد الله بيروح هنا او مؤمن او وليد، ما هو ده هو ده اللي خلقه، اللي خلق ده مين؟ راس الحرب. المجهود اللي بيتعمل ده لما اباي نزل الشوط الثاني، هو المدافعين دول تعبوا بسبب مين؟ يعني كتر الجري واللي حصل ده من وليد. فده دور خلى سهل فرصه اجاي ان هو يلعب باريحيه، يقدر الجون الثاني بالنسبه له كان الامور سهله، الجون الثاني شايفه صعب جدا. انت راس حرب بقى يعني دي بتاعتك انت. لما تبقى الكوره جايه لك، لما تبقى الكره جايه لك في اتجاهك، لما تبقى واخدك اتجاه لو احمد فتحي اللي بيعمل اوفر بتبقى سهل عليك. انما لما تبقى معمول اوفر بالعكسيه بالشمال وهي رايحه في اتجاه بعيد عنك، تقديرها بيبقى صعب قوي ان انت ازاي هتقف في انهي نقطه. هي بتبعد عنك طول الوقت، يعني هي واخده كيرف تبعد عنك تروح. فان انت تروح لها بالشكل ده وتحدد وتلعب كده كانت صعبه قوي. انما لو هي جايه في اتجاه الاوفر معمول من اتجاه احمد فتحي، لو احمد فتحي اللي بيعمل اوفر في اتجاه راسك وانت بتلعب هتبقى سهل عليه. فهنا الصعوبه في الاوفر معمول ازاي، طريقته وطريقته هو راح وحط النقطه في المكان والميعاد المظبوط. فانا شايف ان في حاجات ايجابيه كتير لوليد ازارو، ومش عايزين يا جماعه بس لو سمحتوا نتكلم دايما. انا بكلمك رضا، لا انا بتكلم على الجمهور مش على سؤالك، انا بتكلم في العموم في الموضوع بس حته استغلال الفرص. لان كابتن حسام بدري في وقت من الاوقات سواء بقى في البطوله العربيه مثلا او في الدوري المصري في اولى مباريات امام طلائع الجيش او في بطوله افريقيا، حته عدم استغلال الفرص، ما هي دي برضو نقطه بيحاول كابتن حسام ان هو يصلحها في كل مباريات. كابتن محمد حضرتك اكيد واجهته في الجزء التدريبي يا كابتن. بس بالنسبه للدوره العربيه ومع النادي الاهلي، هي كان توقيتها كان في مشكله الحقيقه، يعني لان كان مدي الناس راحه و ناس مكمله، والعمليه ما يعني ما كانش الاستعداد ليها
بقوه المباريات اللي هي الافريقيه الحاليه يعني. ساعتها ما كان في ناس واخده فتره راحه وفي ناس مكمله لان الموسمين دخلوا في بعض واخد بالك. انما المباراه دي والوقت الحالي النادي الاهلي الحقيقه متيقظ تمام منتبه. اللي بيخلي اللعيب يقدر يستغل الفرصه انه اليرت يعني متيقظ ويعني مستعد انه ياخد الفرصه كانه بيصطاد يعني واخد بالك. الحقيقه النادي الاهلي اللي في الماتش اللي فات كان في بالذات الشوط الثاني خلاص اولا ما فيش فرصه ثانيه. انا مغلوب 1-0 الماتش اولا 2-2 ما فيش عندي حاجه اخسرها فاطلع افضل ما عنده وافضل ما عنده الحقيقه كان افضل كتير من الترجي. صحيح. فان شاء الله احنا نامل ان النادي الاهلي يخش على المباراه دي بالاستعداد النفسي وانا متاكد ان هم متحملين مسؤوليه طبعا. يعني انا يعني في فتره قصيره ومؤدين بالشكل اللي فات ده باذن الله يعملوا ماتش كويس جدا ان شاء الله. ملعب صغير ضربات ثابته كل حاجه النادي الاهلي كابتن ان شاء الله النادي الاهلي لا ده انا قصدي اقول لك بس يخشوا بالاستعداد اللي كانوا داخلين بيه الماتش بالذات الشوط الثاني بالاخص. أيوه. طيب خلينا بس نروح بقى للدوري الممتاز. اربع جولات يا كابتن. طبعا كلامنا على الاهلي لسه مستمر لسه بكره ان شاء الله تغطيه اخرى وايضا ان شاء الله هيكون في تغطيه للمباراه يوم المباراه ان شاء الله قبل وبعد بامر الله هكون معاكم قناه الاهلي وكل صغيره وكبيره من خلال طبعا مراسلينا هناك. كابتن خليني اكلمك على ابرز ملاحظاتك للجولات الاربعه اللي كانت موجوده في الدوري الممتاز. هو يعني الحق يتقال ان المقاولين السنه دي مبتدي بدايه كويسه جدا يعني وعنده اصرار برضو على الكفاح يعني في ماتشين كان اقل ونجح ان هو يتعادل ويكسب اعتقد الماتش اللي فات اللي هو مع النصر وكان ماتشهم مع اللي قبل اللي فات كان برضو كان داخل فيهم جون وبعدين اتعادلوا وبعدين كسبوا 3-2 الاتحاد مع الاتحاد مظبوط. فيعني عندهم استعداد كويس ان هم يظهروا يعني داخلين الدوري مستعدين بشكل كويس. برضو من الملحوظات على الدوري فرقه المصري يعني فرقه المصري مع ماتش الزمالك مغلوبين 2-1 وحصل طبعا مرة تانية وكان حصل مشاكل انما الحق تاني عاملين فرقه كابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز الفني والاداره والكل مشترك في انهم عاملين فرقه كويسه وبرضو عندهم قوه شخصيه ان بعد ماتش الزمالك واللي حصل فيه ان هم استمروا في المكسب فدي حاجه كويسه جدا واعتقد ان هم ماشيين بشكل كويس. انما كل ده لسه بدري يعني احنا ده في الماتش الرابع يعني طبعاً. الاسبوع الرابع نازلنا بنقول يعني يعني لسه في البدايه بس كابتن دايما يعني خصوصا بقى ان احنا بنقول في فرق زي الرجاء الاسيوطي النصر ان لازم يكون يعني الفرق كلها دي نزلت وطلعت وطلعت مره اخرى يتعلموا من حته او كل الفرق تتعلم من حته ان انا الدور الاولاني لازم اجمع نقاط طبعاً. بشكل كبير طبعا. فاعتقد فريق النصر اتعلم الجزئيه دي. الاسيوطي بغض النظر هو النهارده اتغلب من الاتحاد السكندري لكن ماشي بشكل مش وحش الى حد ما. الرجاء هو اللي متذبذب مستواه يعني بالنسبه طبعا للفريق وتم طبعا الاستعانه بكابتن عماد النحاس كمدير فني لكن الدور الاول من بدايته قوي يعني او المباريات واضحه من الدور الاول من اول الجوله الاولى حتى كابتن محمد. هو مثلا كمثال النهارده لو حضرتك اتفرجت على فرقه الاسيوطي الشوط الاولاني مقدين اداء كويس يعني بس التاني برضو ما عندوش اللي بيخلص يعني يمكن الاتحاد لان الاسيوطي بيلعب الاتحاد النهارده الاتحاد كان بيلعب الاتحاد اللعيب الافريقي بتاع الاتحاد والهاف ليفت اللي هو نزل فوزي ده لاعب النادي الاهلي ومعار للاتحاد السكندري بصراحه عمل الفارق يعني شكل الفارق بالنسبه للاسيوطي الكره العرضيه الاولانيه اللي هي الجون الاولاني والجون الثاني معموله قطريه واخده تقريبا يمكن حوالي 30 او 35 يارده مكمل في توقيت كويس جدا وكان خروج خاطئ للحارس المرمى بتاع الاسيوطي الحقيقه لانه كان على راس 18 يعني اقصى حاجه لسه هيلم فكان يبقى في فرصه لخط الظهر بتاعه ان هو انما
استغل الفرصه باستغلال كويس جدا. صحيح. من ناشئين النادي الاهلي فوزي. فوزي اكل في المعار للنادي الاتحاد السنه دي. طيب شفت انت بقى دي يعني دي من حاجاته كويسه جدا انك السن اللي هو ال 20 سنه ادي اعارات سواء النادي الاهلي او اي الانديه الكبيره ادي اعارات لكل الفرق. حتى لو تديه الممتاز بتديه لاي فرقه انما يلعب مع ناس اكبر منه في السن هتبتدي تكتشف اللاعب اذا كان يكمل معاك ولا ما يكملش معاك. يعني برضه حصلت مع اسلام محارب كان في النادي الاهلي واحنا اخذناه في الجونه. انا فاكر احنا اخذناه هو كان طالع كان في فرق ان هو يكمل في النادي الاهلي او يخرج يعني فاخذناه في الجونه وابتدى يظهر وبعد كده مع سموحه ظهر بشكل كويس رجع تاني النادي الاهلي وبخبرات. يعني ما فيش فيها حاجه لان الناس هنا طول الوقت احنا عايزين اللي يطلع يفضل يدنه في نفس ناديه لغايه لما يطلع لسن المعاش. صحيح. لا فرصه انه ياخد يلعب في انديه تانية وياخد فرصته هيكتسب خبرات ويقدر يرجع لناديه او يكمل مسيرته ما فيش اي مشكله. صحيح. كابتن رضا يعني ابرز ملاحظاتك على الجولات الاربعه والنهارده يعني بالاخص كابتن رضا. يعني النهارده بالاخص يمكن هي نتيجه المصري وطلائع الجيش يمكن نتيجه عاليه ان طلائع الجيش فرقه كويسه ومقدمه مباريات مهمه جدا في السنه الموسم ده فانا شايف ان اربعه يعني رقم تقيل على طلائع الجيش يعني. يمكن ده اللي لفت نظر اكتر حاجه انما تاك كلها تقريبا لسه زي ما كابتن محمد بيتكلم ان احنا لسه ما دخلناش في الدوري قوي فلسه الامور مش واضحه ولكن الميزه ان كل الفرق عايزه تكسب ما بقاش في فرقه النهارده في الدوري ودي ميزه مهمه جدا في الدوري ما بقاش في فرقه النهارده عايزه تلعب هتدافع هتاخد بونت وبتلعب مش عارف مين هي عايزه تامن لا كله بقى بيلعب عايز يكسب حتى لو بيلعب الاهلي والزمالك كله بقى بيهاجم وكل الطريقه اتغيرت فدي ابرز حاجات حتى النتائج والفرق دايما بقى في فرق بتبقى متاخره وبعد كده تكسب زي الاسماعيلي والاتحاد في مباريات كتيره حصل فيها كده فدي من الحاجات الايجابيه في الموسم ده الحاجه يمكن بس اللي انا يعني عليها علامه استفهام بالنسبه لي يمكن اكتر هي مصر المخاصه ناهي موسم عالي جدا السنه اللي فاتت فكنا مستنيين بقى ان هو استمراريه والوضع كان يبقى افضل ولكن السيزون ده برده بادئ بدايه لسه برده ما دخلوش الفورمه مثلا او كده فممكن مع الوقت برده الامور تتحسن والامور تبقى افضل ليهم يمكن شويه برضو مباراه الزمالك وانبي النهارده انا شايف من ناحيه تكتيكيه كانت مباراه هايله الفرقتين فرقه انبي كانت عامله مباراه دفاعيه هايله فرقه الزمالك عندها ميزه مهمه جدا السنه دي بيضغطوا ضغط جماعي هايل لعيبه حافظه اماكنها ولكن يمكن هم ما عندهمش بقى اللعيب اللي بيقولوا اللي هو بيصنع الفارق بقى اللي هو اللي بيخلص المباريات الصعبه اللي بتبقى متازمه دي بيبقى في نوعيه بقى في هنا نوعيه لازم نتكلم عليها ان هو يبقى لعيب هو اللي يقدر يخلص لي المباريات الصعبه اللي هي المعقده دي ولكن كشغل تكتيك في الملعب لا انا شايف ان هم عاملين شغل في حاجات جماعيه مهمه جدا في نادي الزمالك. نادي انبي خرج باللقاء بالنقطه اللي هو محتاجها وكان ممكن كمان يخطف في اللقاء يعني في بعض الاوقات في كوره او اتنين فالمجمل كله الحمد لله انا شايف ان الدوري بدايه موفقه وشايف اللي جاي كمان هيعلى هيبقى افضل ان شاء الله. كابتن محمد خليني اكلمك على فريق انتاج الحربي يعني برضو السنه اللي فاتت كان بيصارع على الهبوط السنه دي مع كابتن مختار مختلف تماما هو يعني حتى الان طبعا زي ما احنا بنقول هو لسه بدري لكن في المركز الثالث ثمان نقاط يعني بتتكلم في اثنين فوز واثنين تعادل يعني لحد ما عامل يعني اتعلم من اخطاء السنه اللي فاتت. كابتن مختار اولا بيعمل فرق كويسه جدا ويعني يعني مش انا اللي اقدر اشهد له كل الناس تشهد له الحقيقه. والميزه يمكن السنه اللي فاتت برضو كان مع نادي الاتحاد كان ماشي كويس جدا وكان عامل نتائج كويسه جدا ومن الموسم اللي قبليه من اخر الموسم اللي قبليه عامل نتائج كويسه ومغير شكل الفرقه. برضو عنده لعيب اللي هو عمر سعيد ده كان هداف الدوري حتى الان ده انا كنت جايبه الجونه يعني كنت جايبه من نادي الزرقاء الجونه ولعيب هداف وكويس جدا بس هو كان في البدايه كان مصاب في الجونه في الاول الحقيقه انما فرض شخصيته ودي برضو من الحاجات الكويسه ان بقى عندك يعني في ناس بتطلع بشكل كويس انا كنت احب الفت النظر ان مصر فيها مواهب كتيره جدا يعني عمر سعيد من الزرقاء او يعني كان بدايته في الزرقاء عمرو مرعي برضو كان بدايته جنة الجونه من الناشئين كان جايبه كابتن تامر نحاس
الحقيقه تقريبا من نبارو او حاجه زي كده. ومصر مليانه مواهب بس اللي يدور اللي يدور صح. يعني دي برضو حاجه من ضمن الحاجات، هتلاقي في مراكز شباب وهتلاقي في انديه صغيره، في مثلا في في, في مره شفت لعيبه كويسه جدا في مركز شباب مطاي، مش عارف يعني بتلاقي ناس من الفيوم، بتلاقي انديه صغيره، تلاقي لعيبه كتيره جدا. بس هي مين اللي يقدر يستحمل انه يبتدي يجيب لعيبه جديده ويبتدي يقف معاهم ويجتهدوا معاه وبالتالي هيظهروا، بس مين اللي يصبر؟ كله بيبقى عايز لعيبه جاهزه. ما برضه يعني هنوصل لنقطه انت حضرتك كنت بتقول عشان الهبوط وكده، كان مستر مايكل ايفر كان يجي يقول الصحفيين في اول السنه يجي يقول لي وهو في المقاولين ساعتها، كان يقول له انت هتبقى من الاول في المربع الذهبي، لهم كله دلوقتي بيدور على الاول، مين اللي هيهبط؟ زي المقوله المشهوره يعني احنا كله ضرب ما فيش شتيمه. انا قصدي اقول يعني في فرق كتيره وفي ناس كتيره بس يتبص لها ويدوروا على مصر مليانه مواهب. احنا 90 مليون 90 مليون يعني مفروض ان انت كل سنه على الاقل بيطلع لك 10 12 لعيب مميزين كل سنه، وما يكونش عندك يعني وبرضه شوف النادي الاهلي برضه بيدور على العناصر دي ودي حاجه كويس. صحيح كابتن رضا، خلينا نكلمك بقى، واحنا برضه في الدوري الممتاز دائما يعني شفنا زي ما انت كنت بتتكلم على فريق المقاصه، يعني سموحه ام بي، السنه دي الفرق بقى اللي ليها شعبيه جماهيريه الاتحاد، الاسماعيلي، المصري، بتشوف ان نتائجهم وادائهم حتى الان مرضيه. الاسماعيلي يعني برضو ماشي بشكل مش يعني كويس، يعني السنه دي جايب 7 نقاط حتى الان في الاسبوع الرابع. بتشوف الانديه الشعبيه عامله ازاي السنه دي؟ يعني انا شايف ان اكتر حد مظلوم في الدوري الانديه الشعبيه، يعني اكتر ناس في الدوري مظلومين هم الانديه الشعبيه، يعني السلاح بتاعهم الاساسي واللي هو بيقويهم 100% مش موجود فهم انا شايف دول اكتر ناس مظلومين في الدوري. انديه الشركات والانديه الثانيه ده العادي بتاعنا، يعني ده اللي احنا متعودين عليه، ما فيش حد ما فيش جمهور، انما الانديه الجماهيريه المظلومه. ولكن يعني زي ما احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، اتفرج على المباراه بجمهور واتفرج على المباراه في الدوري بدون جمهور طبعا مختلف تماما. يعني انت بتتفرج اصلا واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه مش عايز تتفرج، تبقى مش في حاجه مش غلط، في حاجه مهمه ناقصه. هو مش في حاجه غلط، هو اساس اصلا مش موجود. فانت كده انت ظالم الانديه الجماهيريه اللي هو الدافع اللي بيخلي اللعيب اللي هو لازم. النادي الاهلي او الفريق الاهلي عمل ايه بعد ما جمهوره جه بالظبط؟ بس هو جه بس مش ما كانش حاضر كمان، ما كانش حاضر في اللقاء نفسه. لا صحيح. بس دفعه وده سلاحك، هو ده اللي انت بتتكلم فيه، دي قوتك في يعني في النادي الاهلي، في العيله دي. هم دول العيله، هم دول ظهري، الملايين اللي ورايا هي دي ظهري. دكتور محمد، ده جمهور النادي الاهلي كان في التقسيمه اللي بتبقى قبل الاهلي والزمالك، استاد مختار التتش كله مليان. صحيح كله مليان في تقسيمه عاديه. لا انا عارف، حضرنا يعني كان لحقنا شويه الحمد لله. الجيل ده مظلوم طبعا. هو بس تاني برضو الجمهور لابد انه يتعلم ان هو يروح يتفرج. صحيح، احنا مش رايحين يستمتع، يعني يشجع فريقه، يشجع فرقته وكل حاجه، وانما يدي حتى لنفسه فرصه ان هو يروح يتفرج على الماتشات دي. لا اكيد يا كابتن، احنا كلنا اتعلمنا من اخطائنا. يعني اشكرك كابتن محمد لوجودك معانا يعني، واستمتعت بيك، وان شاء الله دعواتك بقى كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي منصور باذن الله، وفي الفاينل وباذن الله يكمل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن رضا، نورت شرفت ودعواتك برضه، كنجم كبير وعارف يعني ايه بطوله افريقيا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. طبعا البطوله مهمه وغايبه عن النادي الاهلي، ويا رب كده ان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي بالبطوله دي السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله يعني اكيد كل دعواتنا حتى يوم الاحد بامر الله الساعه 7:30، دعواتكم زي ما بقول لكم، دعواتكم ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، لان الدعوات طبعا بتنفع كتير جدا اثناء اللعب، فرصه راحه كده تيجي كده الجون بقى طبعا ايه من ربنا وتوفيقه، والدعوات طبعا فيا رب ان شاء الله يكون الدعوات ليها استجابه سريعه بامر الله. عايز افكركم بكره ان شاء الله في الدوري الممتاز في مباراتين، طب بتروجيت وطنطا، وايضا مصر مقاصه والداخليه. بكره ان شاء الله كمان معاكم كلامنا على مباراه النجم الساحلي والاهلي، تغطيه خاصه ايضا لقناه الاهلي، ومعاكم ان شاء الله يوم المباراه. يعني ده كان لقائنا النهارده معاكم من خلال الاستاد الاهلي. تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.